أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. البيت وراعي البيت، كلهم عزيز بقلبي. البيت وراعي البيت، كويت، 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 أستودعك.
البيت وراع البيت بقلوبنا دعينا احفظنا يا رحمن في من نعم علينا امننا بالاوطان بقلوبنا دعينا احفظنا يا رحمن في من نعم علينا امننا بالاوطان امننا بالاوطان يا رب تحملكم الوطن أمانة ثقيلة وأولاكم أهل الكويت ثقتهم فاحرصوا غاية الحرص على إداء الأمانة والارتقاء إلى مستوى الثقة وأن تضعوا نصب أعينكم دائما مصلحة الكويت وتجعلها المعيار الأول لكل ما يصدر عنكم من قول أو عمل في الشأن العام. كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن أتظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تغلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها. سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب غلان ومننا قريب سمعت وش اللي ذي قال عظيم الرؤية في باله يلا الهمة يا عيال سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب قلن ومننا قريب سمعتوا وش اللي ذي قاله عظيم الرؤية في باله يلا الهمة يا عيال سمعتوا أبونا غايته وحلمه وكل همه تبقى بلادنا وسط السما نجمة وكل من توطى أقدامه وطن الكويت في ظلها يعيش بخير وبنامة الكويتي والكويتي ذا عزام يوصل غايته ويتحدى مهما صار ابشر يا ابو ناصر
بشر يا ابو ناصر باللي يرضيك شعبك شعب متربي على الاصرار كويتي والكويتي ذا عزام يوصل غايته ويتحدى مهما صار يوصل غايته ويتحدى مهما صار We'll be right back.
لا تحاتي، حنا مثل ما احنا ترى يا شيخ. لا تحاتي لا تحاتي، السور حنا والذرة في الماضي والآتي. لا تحاتي لا تحاتي لا تحاتي لا تحاتي، مثل ما احنا ترى يا شيخ. لا تحاتي، السور حنا والذرة في الماضي والآتي. بحر المحبة هالوطن والناس دانا. تكاتف لحجة وشموخ رايات، بحر المحبة هالوطن والناس دانا. وصوت عالي نقولها حبنا البعض باقي، والموج لو مهما عنا ما تهزنا مايات. يا كاتب الكلمة على هونك تركد، أبونا وصانا ونبهنا وردد، قبل لا تكتب شيء استبين تأكد، لابد التأكد، لازم التأكد. وقف صبر هوب، اركد تمهل،
عيونك في عيون الشمس قوم وشمر ذراعك وابدأ بالعمل الشمس تاضي الأرض برغم الغيوم هذا الوطن باني على مثلك أمل وكلنا في دار
صباح تعالي معاي نقول له بين معك وانا راح اقول له ما ادري ود شني استحي انت قولي له انزين تعالي معاي وانا اللي بقول له انا اللي بقول لبونا الغالي بعد اذنك يا ابونا بعد اذنك يا عمود البيت ودي اكلم عزوتي وهلي اهل الكويت اهل الكويت اظن كلكم سمعتوا ابونا شقال بديكم يا هلة تنبني الامال صيروا لشيخنا عون وسند وذراع فكروا فينا فكروا وانتوا بالاجيال فكروا فينا فكروا وانتوا
كتب الأديان.
بأي لغة وبأي صفة نقدر ترانا نوصفه؟ في أي لغة وبأي صفة نقدر ترانا نوصفه؟ في أي لغة وبأي صفة نقدر ترانا نوصفه؟ نقدر ترانا نوصفه؟ في أي لغة وبأي صفة نقدر ترانا نوصفه؟ نقدر ترانا نوصفه؟ هذا صباح بعيوننا شمس وقمر تكفي ابتسامة لنا شمس وقمر رمز لنا في حكمته أميرنا وصدق كل بكلمته التفت بي اتجاه
لك محبة ولك معزة بكل مكان يا أبو فيصل التفت بي اتجاه لك محبة ولك معزة بكل مكان الشفاء وافعالك الخير بكل وقت وزمان ذكرك الطيب على كل الشفاء وافعالك الخير بكل وقت وزمان انت مثل منتلين الحب وغلا انت مثل منتلين الحب وغلا يا ابو فيصل يا ابو فيصل يا ابو فيصل الشعب
منه علمنا المحبة وسوى كل اللي نحبه. يا أهل الكويت يا أهل الكويت من عطانا من رعانا منه صورنا وحمانا بعد رب البيت بعد رب البيت. ويت أم الكويت نظرة نعرفها عدل حتى بسكوتك. صوتك وصلنا يا يبا صوتك وصلنا يا يبا وصلنا صوتك لك نظرة نعرفها عدل حتى بسكوتك. يا قلبي حب الكويت يلهب أهلها تبينا كل من كون واحد مجلها. يا قلبي حب الكويت يلهب أهلها تبينا كل من كون واحد مجلها. Yeah.
وصلنا يا يبا صوتك وصلنا يا يبا وصلنا صوتك لك نظرة نعرفها عدل حتى بسكوتك صوتك وصلنا يا يبا صوتك وصلنا يا يبا وصلنا صوتك لك نظرة نعرفها عدل حتى بسكوتك يا قلبي حبي كويس يلهب أهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظك الله ورعاك، تشرفت الفرق العاملة بأوبريت الكويت ثم الكويت بقدوم سموكم اليوم. إن خطابات سموك وكلماتك السامية نبراس ومنهاج لحياتنا. إن أبناءك وبناتك اليوم قدموا لوحات فنية عنوانها الكويت ثم الكويت، وهي ترجمة لخطاباتك السامية. نعدك ثم نعدك يا سمو الأمير، فالكويت في قلوبنا ونحن سورها المنيع. حضرة صاحب السمو، نتشرف بمصافحة سموكم رعاكم الله، فلتأذن لنا باستعراض أسماء المشاركين بالأوبريت. معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة. معالي الدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارس، وزير التربية ووزير التعليم العالي. السيد بشار الأمير، شركة الرئيسي الشركة المنتجة، تتشرف بأن تقدم إلى سموكم حفظكم الله ورعاكم هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما تقدم الشركة أيضا هدية تذكارية إلى سمو ولي العهد.
نستعرض على سموك الآن أسماء المشاركين بحفل الأوبريت الوطني. القوات المسلحة، العقيد الدكتور باسل فهد ناصر الخرجي. النقيب محيميد حسين عباس المحيميد. النقيب محمد فؤاد سليمان الداود. وكيل ضابط طميش ناصر طميش السعيدي. وزارة التربية، السيد وليد عايش السلامين. السيد ناصر علي الفهد. السيدة أمل ناصر العمر. السيدة كوثر السري. السيدة عذاري عرب. الفنانون المشاركون في حفل الأوبريت الكويت ثم الكويت. الإشراف الموسيقي الملحن عبد الله القعود. الشاعر عبد اللطيف البناي. الشاعر صالح مدو. الشاعر منصور الواوان. التوزيع الموسيقي ربيع الصيداوي. الملحن الدكتور أحمد حمدان. الملحن الدكتور يعقوب الخبيزي. الملحن فهد الناصر. الملحن خالد مظفر. الملحن حمد القطان. الفنان طارق الصقيهي. الفنان عبد العزيز الظفيري. الفنان فهد السالم. الفنان عبد العزيز الأسود. الفنان عبد العزيز أحمد. أوبريت الكويت ثم الكويت من إخراج الدكتور علي حسن. حضرة صاحب السمو أبونا الغالي، أنت الشمعة التي تنير دربنا، أنت القلب الكبير النابض بحب الكويت، أنت الروح والأمل والتفاؤل لمستقبل أجيالنا،
وصاياك هي السياج المنيع لنا ولوطننا. منك نتعلم دروسا وعبرا في حب الكويت، ونعدك ثم نعدك يا صاحب السمو أننا سنغرس حبك للكويت في قلوبنا وقلوب أبنائنا. حضرة صاحب السمو، تشرفنا اليوم بقدومك واستقبلناك بكل حفاوة وترحيب. فليعزف السلام الوطني إذانا لمغادرة سموك، رعاك الله. يا قلبي حبك ويت يلهب أهلها.